فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الزوج لزوجته أنت لا تحلين لي لكنه لم ينوي الطلاق، فما حكم هذا القول؟ هذه كناية حسب ما نوى، هذه كناية، لا تحلين لي هذه كناية عن الطلاق وليست صريحة، له ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل طلبت مني زوجتي أن أطلقها. وقد يكون هذا لا تحلين لي يكون في حكم الظهار تحله الكفارة. نعم. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر الآيات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.